يتقاطرون إلى الميدان المركزي وسط العاصمة براغ، يترحمون على من قاد ثورتهم في الانفصال عن الاتحاد السوفيتي. يبكون فاتسلاف هافيل رمز الثورة المخملية السلمية في تشيكوسلوفاكيا آنذاك ورئيس جمهورية التشيك السابق بعدها. رحل هافيل الذي لم يأل جهدا في النضال من أجل تحقيق ما يؤمن به، ما جعله رمزا للحرية على مستوى العالم. لقد منح الأمل الكثير من الناس، لكن بالطبع الأحداث تتغير. مقاومته السلمية أخذت بيد البلاد من الأيديولوجية القمعية إلى قيادة أخلاقية قوية. لقد غير بلدنا إلى الأفضل، هذه خسارة كبيرة، أحببناه جميعا.